احنا اشتقنا للبلد، والبلد بتستاهل انه الواحد يجي ويفكر يفتح مشروع ببلده ويرجع لبلده. بالنهايه هي امنا سوريا كلياتنا. تغربت 15 سنة عن مدينة إدلب وعن بلدي الأم سوريا، وهلأ رجعت بفضل من الله وحبيت أنقل هاي الفكرة. أنا اختصيت بالمطبخ الإيطالي لمدة بتتخطى 12-13 سنة، اختصيت فيها وحبيت أنقل هاي المطبخ كبيتزا وباستا سباجيتي الحلويات الإيطالية. حبيت أنقلها لمدينتي ولشعبنا العزيز، والحمد لله كانت الأمور بخير. المطعم بالأجهزة اللي متواجدة يعني عنا، ونحن مطعمنا متواضع يعني مثل ما هيك شايف. في إقبال كتير كبير من المحبين، والناس عم تتذوق البيتزا الإيطالية على أصولها يعني الحمد لله، وعاملين إقبال كتير كبير بفضل من الله.